شاف اتفقنا تو واد ميسك صندوق غفار بس مش حوار اسمي ايه هو فاكرين هم فاكرين مش حوار اسمي ايه هم فاكرين ان الاخوان دولت هيهربونا من اللي حصل بالظبط هم عاملين مظاهره طلعوا عليها بشماريخ وطوب واسايس واحد قلنا مش عاملين دي جي وقاعدين عادي حضرتك إيه؟ انا لك الشمروخ اتضرب في عين واحده وانا قاعد جنبها وبعد كده ضربوا البنات الاخوان جوه عرفتوا منين ان هم اخوان ماشيين يشتموا السيسي وعاملين كده عاملين كده هم عاملين كده وانتوا عملتوا ايه احنا ما عملناش حاجه احنا طلعنا نجري بره بنرد عليهم ضربونا وضربوا الحريم طلعنا الحريم كلهم بره احنا وقفنا مرتين يا جدعان يا باشا ازاي اقنعني ازاي امن جامعه يدخل شمروخ ازاي ده انا عاوز افهم في سلاح وفي مطار ما بخشش بقصافه سوري بوابات ايه بينك بوابات ده انا ما بخشش بقصافه اتنطط من فوق ايه انا ما بخشش بقصافه انا عايز ايه اللي حصل بالظبط طلعوا بمزاره الساعه كام بلا ساعه ونص بس الكلام ده مش شغال من ساعه ونص الساعه 12 يعني. من الساعه بعد الدور على طول تعالي صلوا الدور طلعوا علينا طوب وازايز واخر قله ادب وشتيمه وشتيمه في السيسي وواحد صور بدون ما انتم ما تعتدوا عليهم او حاجه يعني شوف كام واحد واقف احنا ما كانش في حد هنا واقف بس مش عاملين ولا تبع السيسي ولا تبع اي حد في كام واحد انا كلمت اصحابي يقولوا لي لا عشان انا مش عارف امشي انا مش عارف امشي اعتدوا عليك طلع انا بص كيف انا اقول لك كلمه في كتفي انا بص ما حدش ما خدش ايه ده ازاز ده ازاز ده ايه ده ده تحته في ضهر وهنا برضه ضهر تحته وفي ضهر في ضهر في ضهر ضربوك ازاي؟ ضربوا الطوب وضربونا من الازاز وحدفوا علينا طوب ما الازاز في الارض حدفوا علينا طوب الازاز في الارض اهو كافيتيريا يعني في كافيتيريا نشرب شاي حدفوا علينا طوب واد مسك سندوتش ضربني بالبنيه في وشي وانت بتاكل وانا باكل مسك سندوتش بتاعي وقام ضربني في وشي بالبنيه ومسكوا الدي جي ومسكوا الاحتفالات قطعوا البلالين وقطعوا الاحتفالات كلها دي منظر ناس اخوان دول منظر ناس بتصلي وجايين يضربونا دي الطوب اللي هم كانوا بص بص يا باشا الطوب والازاز بص الدم اللي مننا في واحد هنا فخذ واحد هنا في واحد في واحد هنا بالشمروخ حته عواصف مش عين بص الدم هضط يا